عندي البسبوسه برضو جاهزه. البسبوسه دي المقدار ده اشتغلوا بيه بجد تحفه ومظبوط جدا، وطلع مع ناس كتير في التطبيقات حتى بتاعت امبارح شفتوا اكيد تطبيقات كتير ناجحه جدا. نص كيلو من السميد الخشن تمام، يعني هيعمل حوالي 3 كوبايات ونص، وعندي علبه زبادي، وعندي كمان كوبايه وربع من السكر، ونص معلقه من البيكنج باودر، ونص كوبايه من السمنه، ومعلقتين كبار قشطه خلاص، وعندي كمان فانيليا، واربع معالق عسل جلوكوز او عسل ابيض المتوفر، وربع كوبايه من جوز الهند ورشه الملح. المقدار ده مظبوط جدا، جربيه هيعجبك قوي قوي بطريقه يعني بصي مضمونه جدا على ضمانتي، جربيه هيعجبك قوي. بعد ما تطلع بس اهم حاجه بنحط الشربات بتاعها وهي سخنه، يعني البسبوسه تبقى سخنه والشربات سخن، الاثنين يكونوا بيغلوا هنحطهم على بعض، وبعد كده لازم اكون يعني الشربات عندي في عقله صوبع كده فوق الشربات، كل ده هيتشرب ما تقلقيش خالص. فالنقطه دي برضو من الحاجات اللي هي بتنجح البسبوسه جدا وبتخليها زي من بره بالظبط.